لكن المساحه الاهم هو التوظيف. انا هم عندي اشكاليه انه انت من تعلن التجنيد تعلن التجنيد لمن؟ لوزاره الدفاع، لجهاز مكافحه الارهاب، للدفاع الجوي، للقطاعات البحريه. زين السيد الحلبوسي ما يعرف هاي التفصيلات؟ والله ما اعرف. ليش مصر عليه؟ ما اعرف. هو الغريب انه اليوم رئيس البرلمان التصرف تصرف غريب جدا، وهو انزعج وترك الجلسه وغادر البرلمان. هذا غريب، يعني شنو المصلحه الشخصيه اللي عندك يا سيد الحلبوسي انه تنزعج على هذا القانون؟ هذا القانون المفروض يؤخذ ويعطى اذا اكو اغلبيه نيابيه. هم وضحونا هسه، احنا ما داخلين بكل تفاصيله. بس ما ينزعج. اي ما ادري ما ينزعج وعلى شان الهمه. هذه الاشكال. حبيبي ما ينزعج. ينزعج ما ينزعج، انا اقول هو مؤتمر المفروض سيد العزيز. هو المفروض يقدم قوانين. انت بتحشي على الديمقراطيه. إيه؟ الاغلبيه طلبت تاجيله. خليك عسى ما يطلع. انا ما يهمني شخص. انا يهمني ظاهره اجتماعيه. يهمني مجتمع ديعاني. انا من اعلق الموضوع مساله شخصيه وفلان وعلان ما اتحدث. هو رجل ماخذ الموضوع وكانما هو هذا الحيز اللي صار. يعني هو مشخصن الموضوع. اخذه ليش؟ اخذه عمي وشخصنا. اي وما تقدر تمرر. ما مر. بس على الاخرين اللي يجد بديل. ليش اخلق موضوع يعني جانبي وانا بغنى عنه؟ سيد رايد، واحنا بدنا نحكي على رئيس مجلس نواب، احنا ما بدنا نحكي على موظف بسيط. استاذي العزيز، طرحت البدائل، طرح الاستاذ التشغيل، احد استجاب، طرح المصانع، طرح المعامل، طرح الخدمات. هذه يعني طفل عمره يمكن 10 سنين اتذكر، لابس قمصلتين وما عنده قميص، بس الفانيلة، ودا يمر بطينة. ليش طالع الساعة 7:15؟ دروح ألقى لي رحلة أقعد عليها. تريقت إيه والله، نص صمونة واستكان شاي. هذا بموضوع اقتصادي. هذا لا لابس ولا متريق ولا شارع مبلط ولا مدرسة بها رحلات. هذا منو حله؟ وين الحل ماله؟ سيد الكريم، يعني احنا حيل نخلق وندخل بمواضيع والله ولا اطرحها بالاعلام ولا اخلي لها ثقل، لان اكو اكبر منها. اكو 25 مليون فقير، اكو ازمه مياه، شغل الشاغل. سيد دريد، مين لك هاي الإحصائية 25 مليون فقير؟ هاي الإحصائية منو طرحها؟ من وزارة التخطيط. وعلى أي أساس؟ راح أقول لك وزارة التخطيط. طبعاً وزارة التخطيط ومنظمات عالمية، يعني خارج التصنيف ائتماني لدول، خارج التصنيف الدولي، أكثر من 25 مادة. فقر، تعليم الابتدائي والتعليم الثانوي والجامعي، كل خارج التصنيف. ما بالك إحنا لحد الان مصارفنا، ذاك اليوم الحديث عن المصارف، يعني مصارفنا صفر عالميا. زين، هذه اكو تصنيفات بالامم. هسه مثلا انت تكلمت على الفساد، انت تعرف ايش قد رقمنا بالتسلسل الدولي مال الفساد؟ 176. انت تريد المنظمه او دائره تصير خاليه من الفساد؟ يعني ماكو منطق بهذا العمليه.